مشاهدينا قناه شوف تي في، بمناسبه عيد الحب خرجنا الشارع المغربي هنا في مدينه فاس وعطينا التليفون للمواطنين المغاربه باش يديروا واحد التيست للناس اللي كيبغيو، وكذلك عطينا التليفون للاولاد باش يعيطوا للبنات، وعطينا التليفون للبنات باش يعيطوا للاولاد ويقولوا لهم انهم في واحد المحل ديال العطاء وهرسوا واحد العطاء وباغيين 300 درهم. نمشيو نشوفوا الاجوبه المواطنين وراجعين لكم. بمناسبه عيد الحب كنقدم تحيه كبيره بزاف للسيده اللي سميتها كوثر حمان، وانا صراحه الله يعني عندي واحد يعني كاين واحد التبادل ديال الحب بيناتنا، وبغيت اليوم غادي نعيط لها تليفون وغنقول لها راه شنو وقع لي، وقع لي واحد المشكل وغنشوف واش غتعاوني ولا ما غتعاونيش. الو الو كوثر، لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. كيف دايره حبي؟ توحشتك. بون راني في واحد الماغازان ديال لي بارفان، وقع لي واحد بتي بروبليم، وقصت واحد البارفان طيحته كيساوي شي 300 درهم. ايوا وشنو معمول؟ الا بغيتي تعاونيني وتجي تعطيني داك 300 درهم باش نخلصهم. واخا فينك؟ انا دابا في سونتر فيل، الا كتعرفي واحد المحل سميتو هذا حدا، شوفي حدا بنك المغرب. عرفت. شنو واش نساينك تجي دابا ولا شنو شنو ندير؟ يا المهم شوف انا دابا راني خدامه في هنا. غير نسالي لها البروشينغ في بلاصه نجي. يلا واخا انا كنساينك. واخا حبي. يلا انا كنساينك جو تيم. وهادشي كامل حيت ما مشيتي بلا بيا شتي؟ ايوا انا قلت لك تخرجي معايا ساعه ما كتبش. ايوا حبي ماشي مشكل. يلا سلامة. يلا باي باي. بمناسبة عيد الحب تنبغي كنقول لكم راه تنبغي مريم تنموت عليها بزاف بزاف بزاف، ودابا نشوفوا واش تنبغيها بصح واش تبغيني نجربوها دابا. صافي نقولوا لها راني ضربت واحد لاكسيدون هنايا ما حتى شي حاجة الفلوس واش غتفيرسي لي فلوس، غنشوف شنو الردة ديال الفعل ديال. يلا صبر نصوني عليها. الو الو مريم حياتي. اه شوف راه وقع لي واحد المشكل. شنو هو المشكل؟ راه كنت غادي في المطار في سنترا فيل وضربت واحد ختنا. اها دابا محتاج الفلوس، خصني واحد 1000 درهم، الا جات على خاطرك تفرسيها لي. اها وا شبي... انا قبلك ندبرها. صافي شوفي كي صافي شوفي كي دير، امتى تصيفطيها لي؟ دابا. صافي دابا. صافي دابا شحال شحال تصيفطيها؟ اللي بغيتي انت. باغي واحد 1000. صافي واخا. يلاه يخليك ليلي حياتي تنموت عليك، راه تنموت عليك انا. انا كنموت عليك. خليك ليلي حياتي، يلاه بالسلام. راه عندي والو، انا راه كنتبعك انت ما كتسمعيش. المهم راه واقع لي واحد المشكل. شنو هو المشكل؟ قلت لك مشيت لواحد البوتيكا. فيها الحوايج والعطر هذيك تخربيق. شنو وقع لك؟ ايوا وقصت عطر. قصت عطر بيدي وطحت هرس. دابا شاديني قال لي حتى 300 درهم. ساري واش مازال تما؟ راه مشاديني، طلبت منهم التعبئه باش نعيط لك. المهم انا دابا في الخرا طلع شي واحد. شنو غندير دابا؟ الو بدل بدل نطفو عليها. الو الو كما شفتوا انا عيطت ليه كيف سمعتوا، قلت ليه على حساب العطر ما العطر، كان صوني عليه طفى التليفون من هذا الشيء كامل، ما كاين لا حب لا تزفت لا سيدي شكري. انا واحد الانسان كان بغايا ودابا غادي نعيط ليها ونشوف واش تبغي تسلفني الفلوس ولا ما تبغيش. الو اوكي فين مزيان الحمد لله فراك راه وقع لي مشكل اللي هو خصني الفلوس. شنو؟ خصني الفلوس. باش لا والله وقع لي مشكل خصني دابا سميتو 300 درهم. اه
ماشي وقع لي واحد المشكل، دخلت لواحد البوتيك في سميتو في سنتر فيل ودرت واحد المشكل وخصني خرجوا لي غرامة خصني 300 درهم. دابا دابا بغيت غير نقول لك واش تعطيها لي ولا ما تعطيها ليش؟ دابا نشوف عافاك كتشلى دابا انا كنتسلى عليك. أيه والله شي كندوي معاك بصح منيك. دابا انا كنحلف بالله وشي كتقولي لي لا واش منيتك؟ ها؟ واش منيتك؟ اه والله شي كندوي معاك بصح. هادي هي النمرة ديال مول الحانس باش كنصانع عليك بيها. اه صافي تيقتكم اوكي. شو اللي اوكي؟ دابا ما عادش تعطيها لي ياك؟ لا يلا. عفين لاباس عليك؟ كيف بقيتي بخير؟ انا مريم. مريم انا عرفتك مريم صوفيا توحشتك. اجي نقول لك عسى كمال راني واحده في واحد المشكل خايب بزاف. مشكل وحق الله عرفتي واش تعاوني ولا ما تقدرش؟ المهم كنت في واحد البوتيك مشيت نشوف واحد العطر عرفتي وهرسو ما خرجش معايا الفلوس طاحت لي 300 درهم. قالوا لي خص ضروري نخلص 300 درهم واش ما تصيفطها ليش دابا؟ دابا اه دابا فخرت دابا دابا غدا على الدفتر. ممكن نشوف شي حل شي واحد يعطيها لي هنايا عيط له. المهم انا نشوف دابا دابا صافي راني في الحانت راهم شاديني دابا عطي راه دابا كامل قال لي ما يهضرش معاك قال لك ضروري هو خصو دابا الفلوس. شنو بلا شنو كثر قلتي هرس له عطر كي دير 300 درهم انا جمالي أه؟ انا وعالي وقع لنا واحد المشكل طاحت لي بغيت ناخذ واحد الباغسا ايوا وطاحت لي واحد القرعه مساويه بزاف شي 400 درهم اويلي والله الا بالله دابا واقف على الفلوس خصني ضروري نجي بها فين فينك صافي عندي دابا نجي بها والله ما عرفتش شوفي دابا دبري لي عليها ولا شي حاجه مشي صاحبتك ولا شي حاجه اويلي والله ما عندي والو جيبي جيبي عندك الكارت ناسيونال ديالك حبيبه عندي لاكار واجي بافطر عندي انا افكار فين راني فواحد البوتيك جيت واش كارفور اه جيت كاف يلا شويه نهبطو ولي عيط لي صافي ونعيط لك في مرتك صافي انا شويه نعيط لك تعطيني لاكارت نحكي على دابا جيبي معك لاكارت ناسيونال ياك لاكارت عندي لاكارت باش باش نحط ضمان حيت ماشي انا معايا لاكارت ناسيونال ديالي وانا مختار صافي حبيبه ديالي انا كي شاركتي معنا في واحد الكاميرا خفيه ديال شفتي سمعيني سمعيني واحد الكاميرا خفيه ديال شفتي باش شاركتي معنا اي بمناسبه عيد الحب الله يخليك ليا صان بريك يا سمعتيني ولا ما سمعتيني سمعتك صافي راه كي دابا بنتي شفتي ايه درس يلا صافي كيف مشيو مشاهدين قناه شوف تي في بعد ما عطينا التليفون للشباب مناسبه عيد الحب باش يعيطوا الحب ديالهم بهذه المناسبه. الاغلبيه ديال البنات وافقوا باش يعطوا 300 درهم للحب ديالهم فيما يبقى الذكور حاله خاصه. الى هنا مشاهدين قناه شوف تي في كنكونوا انتهينا في حلقه اليوم كنضرب لكم وعي جديد في حلقه جديده وسؤال جديد. السلام عليكم.